كوران، وجودك يكشف أمر كونغار. هيا اذهب من هنا. أمرك سيدي. هيا. السلام عليك يا بني. وعليك السلام يا سيد بامسي. لم أستطع حضور قرانك بسبب مهمتي. ليسعدك الله ويحفظك يا سيدي، وليبارك بنسلك ويبارك بك. سلمت يا أخي، سلمت. لقد انتشر خبر زواج شجاعنا. لن نمرر هذا بعقد قران فقط. سنقيم وليمة ونحتفل بكما بعد أن ننتهي من المعركة. نحن ذاهبون إلى غزو دام، وأنت تتحدث عن الوليمة يا سيد بامسي؟ عزيزي غوندوز، لا فرق بين الوليمة والغزو، كلاهما حفلات. صحيح. لنذهب وننتهي من مهمتنا أولا، ومن ثم نقيم وليمة زفاف إن شاء الله. ماذا فعل بوكي؟ نفذ المهمة التي تم تكليفه بها. ماذا قال؟ علي شار سيقع في فخنا كما خططت. من الواضح أن دوندار وبهادير سيأتيان، لكنه قلق من كثرة عددهم يا سيدي. الذين يتمسكون بقضية الحق لا يهتمون للعداد يا أخي. يحين وقت نحمل فيه الحجارة بأفواهنا ونتحدى الفيل بحجارنا، ويوما ما نصبح داوداً ونقضي على جالوت.